نتحدث عن حصول 6 دول على لقب أقوى جوازات السفر لعام 2024، حيث منحت جميعها السفر بدون تأشيرة إلى 194 وجهة من أصل 227. تتقاسم الآن 4 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي التاج مع سنغافورة واليابان وإسبانيا أيضا في هذا الترتيب في مؤشر هنلي لجوازات السفر الفصلي. نتحدث طبعا عن إسبانيا، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أيضا. وهيمنت الدولتان الآسيويتان على المؤشر في السنوات الخمس الماضية. وفي المركز الثاني تأتي دول مثل كوريا الجنوبية وفنلندا والسويد مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 193 وجهة. هنا جاءت الدنمارك أيضا وإيرلندا وهولندا والنمسا في المركز الثالث في هذا المؤشر، وارتفعت المملكة المتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع. بالنسبة لأستراليا ونيوزيلندا فقد احتلتا المركز السادس في ذات الترتيب، بينما احتفظت الولايات المتحدة بالمركز السابع بحسب تصنيف هنلي. وتم إجراء التصنيف العالمي لجوازات السفر بناء على البيانات المقدمة من هيئة النقل الجوي الدولي أو اتحاد النقل الجوي الدولي، والتي تصنف جوازات السفر العالمية بناء على عدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة. والاتجاه العام الموضح في التصنيف كان نحو المزيد من حرية السفر، حيث تضاعف متوسط عدد الوجهات التي يمكن للمسافرين الوصول إليها بدون تأشيرة من 58 في 2006 إلى 111 في 2024. ومع ذلك توجد فجوة التنقل العالمية بين أولئك الموجودين في أعلى وأسفل المؤشر، والتي أصبحت أوسع من أي وقت مضى. على سبيل المثال، تسمح جوازات السفر الأعلى تصنيفاً بالسفر إلى 166 وجهة أخرى بدون تأشيرة، مقارنة بأفغانستان التي يمكنها الوصول إلى 28 دولة فقط، وتحتل المرتبة الأخيرة في هذا الترتيب. التقرير ذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أكبر متسلق للمؤشر خلال العقد الماضي، حيث قفزت من المركز 55 في عام 2014 إلى المركز 11. وتشمل التحسينات الملحوظة الأخرى في مجال التنقل أوكرانيا والصين، اللتين صعدتا مرتبتين لكل منهما في العام الماضي. وتحتل الصين الآن المركز 62 على المؤشر، بينما تحتل أوكرانيا المركز 32.